صلى علي ولم يذكر أهل بيتي حرم الله عليه الجنة، وإن ريح الجنة ليشم على بعد 500 عام. والله الذي لا إله غيره، هذا الحديث أخرجه أهل البيت وهو موجود حتى في صحيح البخاري، يقول لا تصلوا علي الصلاة البتراء. يا رسول الله ما الصلاة البتراء؟ قال أن تصلوا علي وتتركوا أهل بيتي. يعني فاطمة ما تستحق الصلون عليها؟ أمير المؤمنين علي ما يستحق الصلون عليها؟ يا ناس، الإمام الحسن سيد شباب أهل الجنة، لماذا تحرمونه من الصلاة؟